حضرتك منورانا النهارده، واول حاجه عرفينا بنفسك. ميرسي، ربنا يعزك. دوله عماد، مؤسس مبادره ليله الطلاق. دخلت في الموضوع على طول. موضوع الطلاق موضوع شائك. قررت ان انا اعمل مبادره، وفي طبعا التيم معانا كبير شايلينها على كتافهم يعني، بس كلنا بنسعى على قدم وساق ان احنا نقلل او نوعي. هدفنا توعيه في المقام الاول. دي حمله او مبادره اطلقناها في 5 سبتمبر الماضي، كان الهدف منها الحد من نسب الطلاق المرعبه الموجوده في مصر وفي الوطن العربي. ما ننساش طبعا ان احنا النهارده في شبكه اعلام المراه العربيه بقياده سياده المستشار معتز صلاح الدين، بنمثل 18 دوله عربيه، فهنقول خاصة بالوطن العربي كله مبادرة ليلة الطلاق. دي مبادرة كان التيم بتاعها كله كان حريص على انه يقلص او يقل النسبة دي عن طريق بقى التوعية، عن طريق صفحتنا البيج بتاعتنا الخاصة بالمبادرة. بيجي لنا عليها مشكلات بنحاول نحلها عن طريق الندوات. طبعا عندنا يعني نزلنا كتير جدا مركز الاعلام النيل على مستوى الجمهوريه، نزلنا خاص في اسكندريه مركز اعلام النيل والجمرك، وكانوا قمه الاهتمام بينا بصراحه، وكنا فعلا بنعمل فيها ندوات شيقه. طبعا جامعه طنطا استدعتنا، مشكورين، عملنا فيها فعلا من اروع ندواتنا كانت في جامعه طنطا. كل الهدف وكل التيم روح واحدة وقلب واحد ان احنا نقلل نسبة الطلاق في مصر. حاليا دلوقتي انا بعمل كتيب لذيذ جدا، حاسة ان انا مبقتش عايزة اتكلم على اسباب الطلاق لاني تعبت من اسباب الطلاق بجد كتير جدا، وكل مرة نقول يا جماعة الاسباب في كذا وكذا وكذا، بس من كم المشاكل لقيتها كتير قوي. فانا دلوقتي مركزين تركيز كلي وجذري على ان احنا نحل المشكله دي او الاسباب دي عن طريق التوعيه بقى. نحط البيزك بتاعنا او نفرد البيزك بتاعنا على كل المشاكل اللي قدامنا. نحط في كل في الكتاب ده هقول ان هو مش عمل فردي، عمل ناس كتير جدا تعبت فيه. ان شاء الله يطلع بصوره حلوه، بصوره كويسه، بصوره مشرفه، برضو تحد من نسبه الطلاق في مصر. طب حضرتك شايفة مين أكتر فئة مقبلة على المبادرة؟ هل الشباب؟ هل المطلقين؟ المطلقات؟ يعني مين أكتر فئة مقبلة عليها؟ جيتي السؤال بيوجعني أنا شخصيا. للأسف الشديد النسبة الأكتر من المقبلين على الطلاق في الوطن العربي كله هما الشباب للأسف الشديد. وزواج ما يعني عدي كده أقصى مدة الزواج للفئة اللي جات لنا دي، وفئة كبيرة جدا، سنة. فدي كانت حاجة توجع. فأنا للأسف حتى بقول انتوا زي ما تعبتوا وانتوا بتجهزوا شقتكم وقعدتوا سنه واتنين وتلاته تعملوا فيها، لما تيجي يبقى في قدوم على الخطوه دي حتى ندي نفسنا نفس المده نفهم بعض، يعني نستحمل بعض. انتوا قعدتوا توضبوا في شقتكم قد ايه؟ سنتين؟ سنه؟ ثلاثه؟ حاول تستوعب او اي حد اي طرف يستوعب الطرف الاخر نفس المده، ما يبقاش الزواج خد كتير جدا عبال ما عملنا استعداداته والطلاق في منتس. فيعني انا بقيت حاسه ان الطلاق بالنسبه لشبابنا دلوقتي زي المشروع، يعني فشل من اول هوبه يلا اقفل وبندور على مشروع تاني. فارجوكوا التريس، التريس يا شبابنا، التريس. حضرتك قبل كده طبعا اتكرمتي من شبكه اعلام المراه العربيه كتير جدا، فخليني بقى اسال حضرتك ايه رايك في دور الشبكه؟ دور الشبكه مش عايزه اقول دور فعال، لا هو دور حيوي. انا شايفاهم الاثنين اعمق من بعض. ليه؟ لان احنا بنشتغل على 18 دوله عربيه، عندنا قياديات نسائيه فاعله في 18 دوله عربيه. فانت مش شغاله في مصر بس، انت شغاله في الوطن العربي كله. وفعلا انا بتشرف ان انا موجوده في وسط قامات عظيمه. الهيد بتاعها طبعا سياده المستشار معتز صلاح الدين. كلنا فعلا بنشتغل من القلب، ومش بحس ان انا في الشبكه هنا في شغل او لا، تيم واحد، جماعه، روح حلوه، روح حلوه، كله بيدي من قلب. فعشان كده كل حاجه بنطلعها من الشبكه بتبقى معموله بصدق، فبتوصل بصدق. الصراحه انجازات الشبكه باينه جدا. وخليني اسالك اخر سؤال بقى، انت شايفه المراه العربيه دلوقتي بقت موجوده فين؟ هل قدرت ان هي تحقق انجازات وتحقق طموحها، ولا لسه محتاجه شويه؟ السؤال ده محتاج اجابه عميقه شويه. هقول لك على حاجه، المراه فعلا قدرت تتقلد المناصب، يعني اكتر المناصب، مش عايزه اقول 99% من المناصب الموجوده في الدوله بتشاركها ست، وطبعا دي بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته.
الاخيره، ولكن انا عايزه النقطه دي اتك عليها تحديدا، اوعي تهمشي دور جوزك مهما وصلتي، لاني هرجع تاني واقول ان ده سبب من اسباب الطلاق. يعني المراه كل ما تمكنت، انا عايزه اديها بس بوينت صغيره قوي، انك على قد ما توصلي على قد ما تلمي بيتك واسرتك ويبقى في دفى في العلاقه والموضوع يقوي بعضه. يعني وحطي في دماغك حاجه، ان انت وصلتي وتقلدتي منصب وتقلدتي وظيفه او كاركتر معين انت كنت بتتمنيه، اكيد ليكي داعم وسند. فمش عايزه يعني نتغاضى او نغيب دور الزوج اللي هو السند. دي في حياتي انا شخصيا يعني، فياريت كل ستات مصر تطبقها. طب رسالة أخيرة بقى للأسرة بشكل عام، مش هنتكلم عن الأم ولا الأب لوحدهم بما إن الاتنين بيكملوا بعض فعلا، رسالة للأسرة بقى العربية. رسالتي للأسرة العربية، اهتموا بالنشأ الصغير، البنية، أنا بسميها البنية التحتية، اللي لو صلحت الأسرة صلحت. يعني أنت دورك كأب أو دورك كأم، ما فيش حد يقول لا هو دور الأم، لا أنا بشتغل، لا أنت ده دور الأب، لا أنا هو لازم يسندني، لا أنا مش عايزاها تبقى كده، أنا عايزاها تبقى نبقى نغمة واحدة، النغمة دي كلها بتعمل سيمفونية حلوة في الآخر اللي هو النشء الصالح. بس نورتينا، ميرسي، ربنا يعزك.